حديقه نيس. فرنسا تعتزم انها باش ترحل 4000 تونسي. خويا شنو رايك؟ انا رايي كم رايحين باي اكسبرسي من طليان مش من فرنسا. ليش راحوا بيه؟ راحوا بيه خاطر نبيع في السوق المعدنوس. انا اخويا كش راحوا لتونس لتونس راو يا فرنسا يا شو اسمه هو ماكرون يا سالفيني يا برلوسكوني. برلوسكوني كان باهي خاطر ما عادش برلوسكوني تو سالفيني هو الراسيزم تو شد الطليان. انا هاي سنتي خويا تحل بالمتراك في تشانتو دي انتيفيكاسيوني ديسبوليسيوني دي تراب يعني اللي معايا والحمتي هرب امانه شدوني هما خاطر شدني تحل سنتي. انا عندي تحتي كان سيجار ونوريهولك تو. لا خل نوريك لحظه خل نوريك انا شنعاني في تونس خويا. عندي سيجار وبريكيه خويا هاوما خويا باهي. البريكيه دي تشعلوا تطفى راه تشعلوا تطفى؟ تشعلوا تطفى يعني مش جديده تشعلوا تطفى. انا نجم نشعل نجم نطفي. نوريك شعلوا السيجار خويا قدامك. شعل السيجار ونتكيف. نحطه في اذني ما ماكش مصدق انت. خل نرجعوا لهنا خدمه مقلوبه داخل السيجار وتكيفت. باهي انا خويا هنا يرحم روحوا. انا مشيت بلاد بن علي روح باهي باش قايد السبسي الله يرحمه وينعم. روح باهي اكسبرسيه يا خويا شوف لي حل هنا في تونس. انتم عملتوا صوره على الرسول خايبه وقت بريود ليلة محمد رسول الله بريود تذكر معايا تسمي معايا ما تعرفش اسمه تي بتاع الجورنال ليلة محمد رسول الله. الافريقي مكبر غاليك اكتب في حبك فؤادي احمر على ابيض واتيك اقوى جمعيه في النادي صبري جبله والهادي الزديري فوزي وجو زيتوني كما تشو. مش نحكيو على الكوره تو نحكيو على التوانسه اللي ما يحبوش يقولوا لنا توانسه. انا تونسي خويا ومن الكرم من 5 ديسمبر فهمتني كرم الغربي بلاد عادل وانت خلق عادل السليمي سمير السليمي حسام عبد الحق فهمتني مادي بن سليمان الكرم تاعت قيس اليعقوبي برشا جواريه طلعت راهي الكرم. رايك في التوانسه اللي يستحيوا انهم يحملوا الجنسيه التونسيه؟ انا خويا اشهد 5 2 3 4 5 جمعة سبت احد. انا سبت احد 7 ايام و7 ليالي. انا 5 اخويا هاي 5 هاي 5 ريتها. انا تحب التراجي تحب الافريقي انا نحب نادي الافريقي. انا هاي اخويا نحب الانتر انا هاي ما عادش نحب الافريقي هاي اخويا. بدلت ما عادش تحب الافريقي نحب الانتر انا هاي. أعوذ بالله الشر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي مروان بن رجب بن مبروك بن عمارة تولدت 4 جويلة 90 4 7 90 معناتها تولدت. أنا اسمعني لحظة تولدت أنا وقت لعبت إيطاليا كوب دو موند فينال تولدت وحدي. كيفاش تولدت؟ 4 جويلة 90 عمري 30 سنة أنا تو باهي. أنا حلقت 2011 بريود الثورة تسمع فيا خويا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا حلقت 2011 وقت بن علي ما فماش البلاد هذيا يحكم فيها كان الجيش المينيتير. رشيد عمار مهرب بن علي اش علينا في بن علي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين وربي يربيش الناس المرضى وربي خاصه وحال.